إذا هلا نحن بحا مع الشاعر وضح، أنا حبيت إنه هلا سميه هيك. تفضلي حوراء. اليوم معنا شاعر كويتي اختلف عن أبناء جيله في الشعر وجمع بين الشعر النبطي اللي هو مثل ما نعرفه الشعبي والنثر. دراسته الجامعية هي إدارة أعمال، لكن هذا ما منعه من الحصول والفوز بجائزة الدولة التشجيعية عن الشعر. مواضيعه مختلفة وأشعاره جريئة، وغالباً ما يلقى نفسه عدى الخط الأحمر. نرحب بضيفنا اليوم الشاعر الكويتي المختلف حتى بأسمائه. مساك الله بالخير وحياك الله شاعر. مساء الخير. قبل أن نسترسل بالأسئلة ونبلش، نجمي مهنا وطاح وغاني، شنو المفروض أن نعطيك اليوم بالمقابلة؟ اليوم يفترض ان وضح يعني ان متفقين على ان شاعر شعبي، بس هي كل الالوان الشعريه بالنهايه كلها شعر، سواء فصحى بس اسم غاندي قديم يعني هذا قبل صحيح قبل 30 سنه صحيح ما ادري شلون طلعته. طيب شاعرنا ليش تعدد الاسماء؟ تعدد الاسماء لانها الوان شعريه مختلفه. يعني انا بداياتي في الشعر كانت بالفصحى من أيام الدراسة وكذا، بتدرجها من الشعر العمودي إلى التفعيلة إلى قصيدة النثر. ولكن يعني ترى أغلب الشعراء حتى بالفصحى يكتبون قصائد المزاج اللي بلهجاتهم بالعامية، الجميع يعني حتى في لبنان حتى في مصر، بس تكون غير منشورة يعني للخاصين وكذا. لكن أنا كتبتها بالشعبي كان ظرف سياسي سنة 89 1989 والأشهر الأولى قبل الغزو العراقي سنة 1990 بعد حل مجلس الأمة، حل غير دستوري طبعا، صارت في حركة شعبية وصار في تجمعات يسمونها ديوانيات الاثنين كانت أسبوعية. فلما أخاطب العامة والجماهير بشأن سياسي محلي بالفصحى ما راح يعني تكون يكون يعني توصل أكثر التأثير، إيه التأثير، فكنت أخاطبهم باللهجة المحلية العامية. صحيح. فكنت أكتب نوع الزهيري اللي هو عربيا مثلا الموال وكذا، بس بشأن سياسي محدد اللي هو حل مجلس الأمة والمطالبة بعودة الحياة الدستورية. فكنت اكتبها هذه يعني انا كنت اكتب الفصحى، ولكن الظرف السياسي هذا دفعني للكتابات بالعاميه وكنت اكتبها وخط يد، وكنا نضعها بالاجتماعات الاسبوعيه قبل الغزو سنه 1990 بالاشهر الاولى في ديوانيه الدكتور الراحل الكبير احمد الخطيب في الروضه اللي هي ديوانيه الفرحان. فكانت تتصور سواء ما أكتب أو غيري كانوا يكتبون بأسماء يعني رمزية، واخترت ذاك الوقت، أنا ناسي الحين أنت ذكرتيني، اسم غاندي اللي هو رمز للمعارضة السلمية، مو أي معارضة، معارضتك بشعرك أي وسلمية كانت حد تمثل الحركة السياسية اللي كانوا يقودونها الكبار مثل أحمد الخطيب، أحمد السعدون، المجموعة، جاسم القطامي، ذيك الفترة يعني. فكانت سلمية طالب عودة الحياة البرلمانية فقط، فكنت مواكب لهذه الشغلة. وبعدها عدت بعد التحرير إلى أكتب ولا أنشر فصحى إلى تقريبا 96 أو 97 نشرت بعض النصوص في جريدة القبس بدافع أو يعني دفع مجبر من الله يرحمه صديقنا الصحفي الكبير مبارك العدواني، أخذ النص، كان عندي نص ووصل إلى جريدة القبس عند سعدية مفرع زميلتنا في الصحافة ونشر. بعدها قال لي خلاص أنت نشرت استمر، أنا كنت ممتنع عن النشر. أقول لك بعد من شعرك شوي، جمالك ليس في الصور ولا في اللوحات والكولاج، رشقة اللون عصفور يقف على حواف الصورة، يتأهب لنقر النهر والطيران به إلى يابسة أخرى، مرآة الوردة. في أمسية شعرية ذكرت شغلة قبل لا تبلش الأبيات، إن هذه الأبيات لفنانة تشكيلية، صحيح؟ صحيح. هل هي كانت ملهمتك بهذه الأبيات؟
لا، انا شفت المعرض، معرض تشكيلي عادي يعني، بس جميل، فنانة يعني مبدعة، فخطرت على بالي هذه الفكرة وكتبتها، ان جمالها لا يختلف عن جمال اللوحات التشكيلية المرسومة. وجميع طبعا هذه اشكال الفنون، الشعر ولا التشكيل ولا الموسيقى، هذه كلها فنون يعني متشابهة، جميل بس ما اقصد يعني بذاتها يعني بشخصها يعني. جمال، ممكن يكون جمال الروح. ايه طبعا، شاهدنا وضح، متى بس أول على مرة؟ فكرة ترى قريت النص احسن مني، قراءة ممتازة جدا. أشكرك أشكرك. متى أول مرة كتبت شعر؟ شلون عرفت إن عندك هالموهبة هذه؟ البدايات مثل بدايات أي شاعر يكتب، بدايات متعثرة، بدايات مكسورة، ولكن في الثانوية أجدت بحور الشعر، وكنت أعرضها على مدرسنا علمنا باللغة العربية، يعني كان جدا حريص على يعني رعايتي الشعرية، رعايتي الأدبية، شاف أنه يعني النص مكتمل أو القصيدة مكتملة، كانت عمودية، ووصلت الكتابة. بس طبعا أنا عندي رأي أنه كل الكتاب سواء شاعر ولا غير شاعر كله يعتمد على المخزون الأول والتكوين الأول في القراءات المبكرة، يعني تحب القراءة نعم في المرحلة المتوسطة كنت يعني بداية القراءة الكتب للأولاد للألغاز، هذه كل مرحلة لازم واحد يمر عليها. وبعدين صرت أقرأ بالشعر وغير الشعر في التاريخ مثلا في بدايات مبكرة، حتى كتب يعني كتب الأدب القديمة، فيمكن أقرأ الكتاب يمكن نص الكتاب أنا مو فاهمه، ثلاث أرباع الكتاب مو فاهمه، مصطلحات صعبة كنت صغير. تكون إيه فيه. صغير بالسن، وبدأت البدايات يعني إيليا أبو ماضي، أحمد شوقي، أحمد شوقي يعني على مدرسته الآن يعني اكتشفت منها مدارس بس ذاك الوقت، وفهد العسكر مثلا اللي هو رائدنا في الكويت وجرأته في آخر المرحلة المتوسطة بداية الثانوية، يعني أقرأ بعض الكتب تفوتني معاني كثيرة فيها، في الشعر، في الكلمات، في المعاني يعني. العربية الفصحى من أصعب اللغات، ف ولكن أنا مثل ما قلت القراءات المبكرة، ولما تحب الشيء يعني راح تبدع فيه. حبيت اللغة هذه اللي كنت شايف وأنا طفل شايف صعوبتها، بالعكس حبيتها يعني. طيب، في أبيات الماء في صورته، لقيتها ثورته، ثورته الماء في ثورته يعني غضبه. هذه من المعاني اللي احنا ما ايوه عرفناها الا من حضرتك. لقيت فيها حنين، شوق، مواجهة صعوبات بالحياة، فيها إحساس بالغربة، تحس بالغربة بوطنك. ايه طبعا. كثير يعني اللي يحس عنده رأي خاص في اي شيء، مو شرط السياسه، المعيشي، المجتمعي، غيره، يحس بالغربه حتى الداخلي، وهذه اصعب يعني انواع الغربه. لكن انت في الوطن موجود. اصعب انواع الغربه لما تكون موجود وتحس اللي يعني اللي حولك بالمحيط، ايا كان المحيط، سياسي، اجتماعي، غيره، تكون مختلف، مو قادر تصحح، وتكتب بهدف التصحيح وتنبيه على حد يعني صرخه في وعدي وضاحه وعندي او ايا كان. بس على فكره النص هذا كان في انا كتبته في مناسبه، وشعر الفصحى انا ما احب شعر مناسبات الفصحى، ما له مناسبه، ولكن في نص اهديته لاصدقائي في سلطنه عمان لما صار في جونا التيار اللي صار البحري فيهم ودمر مناطق عندهم قبل سنه، فكتبت النص هذا اهداء لهم. بس النصوص الثانيه في المجموعه الشعريه ما لها معاني اخرى، ما لها علاقه في النص هذا. معلم يعلمنا الطليعه مدى امام، نباري الكلمه الله يرحمه. بدايتك مع الطليعه كان عبد الله النباري الله يرحمه، هو معلمك؟ بدايتي مع الطليعة، بدايتي مع الطليعة بسبب محاولة اغتيال النيبال. أنا مساعد من شوية قبل شوية ما كملت إن كيف انتقلت وكتبت للشعبي يعني من الفصحى بالقبس، وبعد حتى بعد القبس انقطعت عن النشر فقط، بس الكتابة مستمرة.
وشعبي ما انشر شعبي، شعبي بدايه الثمانينات كنت انشره عند جريده الوطن كانت تمثل اليسار قبل الغزو، كانت تمثل اليسار، كان فيها صفحه شعبيه نصار الخمسان كان مسؤول عنها وما زال هو في مجال الشعر نصار الخمسان. نشرت عندها نصين ثلاث بعدين توقفت امتنعت بس استمرت الكتابه. العوده او البدايه في الطليعه كتبتها 1997 بعد محاولة اغتيال نيباري، كان يعني على المستوى الشعبي كل الشعب كان منتفض يعني، وشيء جديد على الساحة الكويتية محاولات الاغتيال وكذا. فأنا شخصيا يعني لحظتها حسيت بغضب وقهر، فكتبت نص نشر على الصفحة الأخيرة بالطليعة، وكتبت نص بالفصحى ما اذكر الشعبي، بس عن محاوله اغتيال يعني هذه المفارقه. اي سبب محاوله الاغتيال. وبعدين استاذنا الكبير احمد يوسف النفيسي طلب من بعض الاصدقاء اني استمر في الكتابه. ما كنت اعرف 97، ما كنت اعرف شخصيا اعرف النفيسي او النبار اللي انا كتبت عنه اساسا، ما شفته، لكن نفيسي كان ماسك الاداره ورئاسه التحرير فطلب ان يعني استلم او ابدا ياهم بديت. وتدري الحواجز طين ما تقدر تكلمه. ايه هذه قصيدتك. كيف اثر فيك قبل الخطيب، وكانوا يعني فرق ما بينهم ايام، عارفة مصدات اللي تحمي الشخص من هبوب هواء وكذا، أنا أحس الخطيب والنبار المصدات مصدات لك لي ولجميع الناس اللي طالب بالحريات والطالب بالديمقراطية والطالب يعني رفع الظلم عن الفرد اللي مع لا حول ولا قوة له، هذه مصدات يعني. فلما تغيب المصدات هذه، وأنا ترى كنت بكتبها مو منارات القصيدة نفسها، كنت بكتبها بس حسيت القارئ ما راح يوقف عند شيء، حبيتها منها تسهيلا، ولكن هذه الرموز هذه الاسماء الكبيره سواء اللي غابوا مثل النباري والخطيب او الحضور اللي حاضرين الرموز الكبيره، هذه هي مصدات المجتمع ضد اي طغيان يصير من اي سلطه اخرى. طيب لو سلمنا وضع سلطه شنو راح، لو سلمنا وضع سلطه شنو اول شيء راح يغير، أو شنو التشريعات والقوانين اللي راح يتوجه لها؟ سلطة شنو يعني يا رئيس وزراء يعني؟ تقدر تشرع، تقدر تزم قوانين. أنا بجاوب جواب مختلف شوي. ها؟ أنا تفاجأت الحين وإحنا بالأمسية الحلوة هذه الجميلة إن أحد الموظفين عندنا حاضر ومفاجئني. الأخ خالد حاضر هنا عندنا. فهو عارف إدارتي أنا كمدير يعني إداري في المؤسسة اللي أشتغل فيها، هو عارف إدارتي، فهي تنطبق. ودائما أقول أن الوزارات والمؤسسات هي نماذج مسقرة عن السلطة التنفيذية والحكومات كلها متشابهة، أما أن نصلح فيها مثل ما أنا في مكاني الصغير أصلح كمسؤول أرفض الخطأ وأطبق القانون نفسها، هي نفسها لو أملك سلطة أيا كانت. راح تبلش من البداية عشان تصلح المجتمع. ما راح يعني الفرد ما يصلح، الفرد لوحده ما يصلح المجتمع، هذه جهود جماعية سواء يعني حزبية أو يعني تكتلات أو مجاميع من النواب تكون عندهم قناعة للإصلاح. الفرد ما يصلح مهما كان، حتى لو يعني سوبر يعني عندما الفرد يحاول، كل واحد حسب الحيز اللي يشغله، ولكن يقدر يشتغل عليه حتى لو في بيته يصلح عياله في المبادئ والقيم، هذا دور. شكرا وجودك وأعطيتك شكرا، أشكرك على تحريرك الجيد وقراءتك الممتازة. أول شيء برحب فيك، احنا كثير مبسوطين ان احنا عم نستضيفك، بس حبيت اول شيء انه انت حكيت لنا عن انه كيف بلشت بالشعر او بدايتك، بس حابه اعرف عن طفولتك لو فيك من اي ناحيه، عن طفولتك، عن البيئه التي نشات بها.
بيئتي بيئة بسيطة يعني، بالتعليم أنا ما أدري شو النقطة اللي تبينها بالضبط، ولكن بيئة بسيطة، عائلة صغيرة متوسطة الحال. كانت الوالدة الله يعطيها طولة العمر حريصة على أنه هالعائلة الصغيرة هذه أنها تعلمها، يعني تهتم في التعليم ولا تتنازل في هذا الموضوع أبدا، بالرغم من أنها يعني أمية غير متعلمة، ولكن كانت حريصة على موضوع التعليم. فنشأنا بهالجو البسيط الطموح، مزروع فينا الطموح أن نكمل دراستنا وتعليمنا وكذا. الهوايات ما لها علاقة بهذه، الهوايات حبيت القراءة وحبيت الشعر وحبيت الفنون، وكل واحد من الأفراد له اهتمام مختلف يعني. طيب، فترة شبابك ولما كبرت، مين كان من الكتاب أو شعراء حدا يلهمك شعريا؟ كثير الآباء الشعريين كثير، مو شرط بشكل مباشر يعني. أنا ما القراءات الأولى كانت هي النبع الأول، فهد العسكر، خليفة القيان، مثل ما قلت قبل شوي أحمد شوقي، شعراء المهجر في لبنان. هذه بدايات التكوين. شعبيا كنت أقرأ، وطبعا القراءات بالسن المبكر ما تكون مدروسة، عشوائية يعني تقرأ شيء. فكنت مثلا فهد بروسلي أحب تميزه في الشعر الشعبي، وأحيانا يعني يقال أني متأثر فيه. زيد الحرب كذلك، مرشد البذار شاعر كبير، مجموعة وكانت بالصدفة طبعا، ما كانت مدروسة. القراءات لما كبرت بالسن وكذا، لا صارت قراءات منتقاة ومختارات، وأقرأ يعني اتجاهات يعني، وليست كلها بالشعر طبعا، فيها بالتاريخ والآداب والمختلفة يعني. حضرتك متخرج من جامعة الكويت من جامعة الكويت إدارة أعمال. إدارة أعمال. طيب ليش؟ بما إنه أنت بتهوى الشعر، بتهوى الكتابة، فليه ما ليه ما دخلت اللي أنت بتهواه؟ هذه على الصدفة يعني. أنا لما كنت في الثانوية كنت البدايات الكتابة وكذا، كنت متوجه يعني مخطط إني أدخل كلية الآداب، ولكن بآخر المرحلة نصحوني يعني الأصدقاء السابقين في المرحلة إنه اللغة العربية كوظيفة في سوق العمل ما لها يعني، الأفضل إدارة أعمال. ولكن تعرف شنو يعني إدارة الأعمال؟ طب وهلأ بتنصح مثلا، أنصح شو بتنصح؟ بتقول ما إنه صعب الزلمة أن، لا لا ما ندمت، لا على لا مو لا إدارة الأعمال؟ لا لا أبدا ما ندمت يعني. في أطباء شعراء، إبراهيم ناجي والمخزنجي من أروع ما يكتب قصص مثلا، هو طبيب، وكثير فيه كثير فيه. فما لها علاقة الدراسة بالهذا. ممكن لو دخلت اللغة العربية في جامعة الكويت يمكن تقوى أكثر بالجوانب الأخرى يعني. طب حدثنا شوي عن ذكرياتك في جامعة الكويت، شو بتتذكر من تلك الأيام؟ والله كانت الأجواء مختلفة والأوساط كانت مختلفة. أنا درست من سنة 83، كان الأجواء غير والحين اختلفت. كان في انفتاح، كنا نشوف الحركات السياسية تتجمع، العربية حتى تتجمع في كلية التجارة العدلية. إخواننا الفلسطينيين كان بشتى أنواع جماعاتهم السياسية والدينية، كانت بداية نشوء الحركات الإسلامية المتدينة في جنب. وكنا نشوف التجمعات يعني، جماعة يسار، جماعة حماس كانت في بداياتها، أو المتدينين الإخوان، أو كانت كلية التجارة تفور بالقومية، كانوا موجودين. أسمع وأتابع بعدين أن الكليات فقدت هذا البريق، وهون أنت فقدت حاضرني. بريق العمل السياسي، حتى لو نختلف جماعات وكذا لكن كان في عمل. الآن اللي شفناه بالفترات الأخيرة مجاميع قبلية، والتنافس صار قبلي، شيء غير متصور يعني، ما كنا نتخيل أن نوصل لهالدرجة أبدا، أن قوائم تنزل قبلية ولا بالخيال يعني. ما كان ذاك الوقت، ما يعني يفترض هو
يفترض المسار يمشي يعني ويتجه نحو دولة مدنية، لكن اللي حصل هو ردة ان رجعنا الى القبلية والعشائرية. وهذه الردة لها اسبابها، ما عشان ما نطول يعني، لو استاذن من الاخ جزيل، الردة هذه ايضا موجودة في الدول العربية وفي لبنان، حتى لبنان الحبيب اللي نحبه ناشر. ايضا لما تصير الازمات وكذا، الكل يعود الى طائفته وكل يعود الى عشيرته، وهذا غير مأمول يعني. قبل سنوات اين راحت، اين ذهبت العمل اللي على مدى يعني اجيال للدوله المدنيه العلمانيه؟ مثلا في سوريا لما بدت الثوره السوريه عادوا يتقاتلون على الطوائف وكذا والحكم. ايضا في العراق 40 60 اكثر من دوله مدنيه عادت الى عشائر تتقاتل وطائفيه، وغيرها وغيرها من الدول يعني. يعني اذا كان وهم، هذا وهم الدوله المدنيه يعني، بدليل سرعه سقوطها، سرعه سقط في اي ازمه، سقط كل شيء. هي الدوله المدنيه صراحه حلم للكل عربي، بس ما هو حلم، احنا كنا فيه يعني، احنا كنا فيه لما كلمت عن الجامعه في بدايه الثمانينات، كنا فيه، كان بدايه يفترض تصاعدي، لكن حصلت الرده وانتكاسه وعدنا الى شيء غير متوقع. طب حضرتك هسه بلشت تكتب شعر، تكتب مقالات، سواء في جريدة الطليعة أو جريدة الجريدة، هل يعني تلقيت أي اعتراضات من الأهل، من الناس المحيطين بك؟ لا، ما من الأهل يعني، في بعض الـ يعني الملامة، اني بعض مرات اخرج عن الخط الأحمر، الخطوط الحمراء، يعني التنبيه وكذا، ولكن في محاذير يعني. والحمد لله في الصحافة من بداية أنا تكلمت عن الطليعة، كانت تصدر يوم الأربعاء، الدكتور كان يقراها يوم الأربعاء ويوم الثلاثاء يعطيني توجيه. يعني كثير من أو كل كتاباتي في الطليعة لم تكن فيها رقابة مسبقة، تنشر القصيدة، وأذكر يعني مرتين ثلاث مرات دكتور يعني كان يلومني، ولكن ما كان يمنعني. يعني مرة كانت عن ياسر عرفات، كتبت ضد ياسر عرفات ومعها صورة مؤلمة أن الإسرائيلي يسحب مواطن، فأنا أنتقد يعني لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة، يعني استصغار المواطن العربي. فالدكتور كان يلومني على الصورة والقصيدة، يعني هو يعيش الأمل، يعني يحلم دكتور دائما ويدفعنا للحلم، أن نحلم أن المستقبل أفضل، ولكن قصيدتي كانت متشائمة فيه. كذلك أنا يجب ما دام ذكرنا الطليعة ودي أذكر جريدة الجريدة. أنا بدأت وياهم من 2007، وفعلا من البداية لم ألقى أي احتجاج أو منع أو كذا، بالرغم من يمكن يعني ثلاث أربع قضايا رفعت ضدي بالصحافة يعني على كتابتي في جريدة الجريدة، وكان محامي الجريدة هو اللي تابع الموضوع، كان استدعوني مرة واحدة بالنيابة على إحدى القصائد يعني تجاوزت فيها وكذا. ولكن المنع من إدارة الجريدة أستاذ محمد الصقر أو خالد هلال، زميل خالد هلال المطيري، أبدا يعني كان مسموح لي بالكتابة بحدود القانون. أحيانا أكتب قصائد اللي هي شبه يومية تختلف عن توجه الجريدة، لكن في الجريدة مسموح لي ولغيري بالكتابة. يعني ماني شايف في منع يعني، أو أحد يقول لي لا تكتب كذا وأكتب كذا. طب في شيء مقال أو قصيدة كتبتها بس ندمت أنك نشرته؟ لا، ما في، ما يعني ما أذكر حاليا، ما أذكر، لكن في بعض القصائد تعرضت لها مثلا رفع قضايا، وللأسف يعني توجد مفارقة. يعني أنا ما حصلت ضرر أو أذى من شيوخ من الأسرة الحاكمة في بسبب قصيدة أنتقدهم فيها.
يعني انتقدت انتقدهم طبعا لعمل وليس للشخصة. يعني انتقدت الشيخ أحمد الفهد لما كان وزير، انتقدت سعود الناصر الله يرحمه لما كان وزير، انتقدت رؤساء الوزراء اللي فاتوا والحالي، انتقدت كثير من شيوخ الأسرة، ما حصلت يعني ردة فعل غاضبة أو أذى أو المفارقة. وين؟ إن أحيانا تنتقد رمز من المعارضة تحصل إلى ردة فعل عنيفة. ردود الأفعال اللي تصير في على انتقاد الرمز مثلا، أو حتى على إداري، إداري مسؤول، يعني مسؤول ما وكيل وزارة أو غيره أو غيره، يعني صار معي يعني مرة أنه لا يعني كان في احتجاج عنيف، احنا قاعدين ننتقد الشيوخ ووزراء ما في يعني يعني مسموح، يعني لأن في العمل، يعني مو لشخصه، لما ننتقد ننتقد في العمل. وأنا مستعد أن أي شخص انتقدته في عمله سواء وزير أو رئيس وزراء لو يتحسن في أعماله وكذا أكتب العكس وأمتدح يعني العمل، ما في مشكلة، مو شخصية يعني. هلا بما انه احنا فتنا موضوع الانتقادات، حضرتك حصلت على جائزة التشجيعية عام 2014 عن ديوانك الماء في ثورتي، واجالك انتقادات، يعني لا لا طلعت انتقادات لا انه انت أحاول، كيف بتقبل بجائزة لا لا الدولة وانت اصلا معارض للدولة؟ لا لا لا، هذا أنا سمعته لما حصلت على الجائزة. طبعا أنا حصلت على الجائزة كشعر فصحى، ويأخذون بالاعتبار، وهم يعني ليس فقط هذا الإصدار، يأخذون بالاعتبار إصداراتي السابقة عنه بالفصحى، ما لها علاقة في وضع. لكن من انتقدني أن قبلت الجائزة التشجيعية، التشجيعية ليست ملك الحكومة، جوائز هذه جوائز الدولة، اسمها جوائز الدولة، فما لها علاقة بالحكومة، هي غاضبة عني أو راضية أو علاقتي معها. يعني هذه كما أنك تراجع مستشفى مثلا، يجوز اني اراجع مستشفى اذا محتاج مثلا صحيا ولا عيب ولا غلط، كذلك هذه جوائز دوله، هذه الدوله الوطن وليس الحكومه، الحكومه تتغير يعني ما في مشكله، فاقبل فيها. نعم اقبل فيها، ولا انا اللي قدمت يعني اساسا، تقدمت الى الجائزه. هل رديت على الانتقادات؟ لا لا ما رديت، انا اصلا ما كان انتقاد، ترى ما كان انتقاد كبير على الموضوع هذا، ما كان، وكان في بس خلط، هو وقتها كان في خلط اني حصلت على الجائزه والظاهر، لا ما هو مو والظاهر، اصدارات الفصحى كان. طيب اخر سؤال، هيدي الجائزه شو اضافت لك؟ فعلا هي تشجع، ولكن فيها نقطه مهمه جدا بالنسبه لي ولابناء جيلي، لاول مره يمكن في الكويت ويمكن في دول عربيه اعتقد، ان كاتب يكتب شعر يحصل على جائزه وهي عن قصيدة النثر، الكثير عن العمودي، الكثير عن قصيدة التفعيل، لكن قصيدة النثر يمنح كاتبها جائزة الدولة، هذه كأنها يعني تشجيع للجيل، جميع كتاب قصيدة النثر، هذا اللي يميز الجائزة يعني. وحتى أبناء جيلي يعني كتبوا في الموضوع هذا أنها جائزة للجيل الذي يكتب قصيدة النثر، هذه أهميتها. تمام، بتشكرك. شكرا شكرا. لقاءنا لهذا المساء مميز جدا مع شاعر عرف بأنه نادر الظهور إعلاميا، شاعر وضاح، أمسي عليك بالخير. تكلمت كثيرا عن المرأة في أشعارك، ما هي المرأة في حياتك؟ المرأة شريكة الحياة، المستوى العائلي الشخصي أو على مستوى المجتمع هي نصف المجتمع، ودائما ألاحظ إذا يعني صارت فرصة وسافرت بالخارج وشوف المرأة مشاركة في كل أعمال المجتمع، كل أعمال المجتمع. فأحيانا نعرف أن سبب نهوض المجتمعات، الدولة هذه اللي أنا زرتها أنها ناهضة وتعيش نهضة، لأن ما فيها جزء عاطل، إحنا في دولنا لا، متعطلة، قدرات متعطلة، يعطلون الجزء هذا اللي هو نصف المجتمع. الحب والحرية كيف تراهم؟ سألتك مختلفة عن حوران. أي أنا أحب الجانب الرومانسي أكثر. هو الحب حرية، الحب إحساس بالحرية والانطلاق. مشاعريا فقط؟ لا لا بكل.
تم تلقيبك بشاعر الماء، ونشعر من خلال أشعارك أنك مشغوف بجمالية الماء. ما علاقة شاعر وضاح بالماء؟ صحيح، بس بدي بس أصحح شوي، ما لقبت بشاعر الماء. لا أنا ما ولا أحب الألقاب يعني، لكن فعلا لي علاقة بالماء لأن طفولتي كانت على شاطئ الفحيحيل، ساحل الفحيحيل. هذه الطفولة أيام ما كان الساحل بالسبعينات كان نظيف ما في تلوث، كان إيه، فارتباطنا كانت يعني قريبين كنا من البحر، وكل أهالي الفحيحيل يعني عشاق البحر. كيف تطور شعرك خلال 20 سنة اللي أنت كنت تكتب فيها؟ تراكم التجربة والقراءات، يعني طبعا البدايات تختلف ومتعثرة وتصحيحية، لكن أن أصل إلى قصيدة نثر ويكتب أستاذ كبير مثل أنس الحاج لفت عني، ويشيد أدونيس في مكتب شفوية، في مكتب مع صديقنا عبد وازن في النهار، في سوري مو النهار، في الحياة، في مكتبهم في بيروت، ويشير لي بالاسم أدونيس. يعني كأمثلة سليمان الشطي، الدكتور سليمان الشطي أكبر ناقد في الكويت يعني يشير لي، كذلك خليفة القيان أسماء. فهذا يعني أني قدرت أراكم هذه التجربة وأصل إلى مرحلة قابل فيها. طبعا ما في تمام الرضا، أي واحد عنده تمام الرضا ينتهي يعني، لكن أطمح إلى الأفضل دائما. ما هي خطتك المستقبلية على الصعيد المهني والشخصي؟ مهني يعني في الشعر. شعرك، شغلك يعني؟ لا، بالشعر ما عندي خطط أبدا. أكتب حسب المزاج. أكتب حسب المزاج. طيب عندي سؤال حول كتاباتك. هل أنت تستلهم يعني مشاعرك وأشعارك من الواقع أو من الخيال؟ إذا تكلمين عن الشعر الفصحى يعني ممزوج هذا، يعني اللقطة ممكن أنت يعني تأخذك في خيال، ولكن ليست يعني صورة واقعية أنقلها حرفيا إلى كتابة، يعني ما يصير هذا الشعر. الشعر فيه إضافات، فيه خيالات، فيه كذا. طيب ما هو أعذب، الواقع أم الخيال؟ خيال. أشكرك على هذا الحوار الشيق. ما قصرت. شكرا جزيلا. أنا راح أبدي من كان عندي مجموعة أسئلة أبتدي فيها، بس حاب أبتدي من حيث انتهوا الزملاء والزميلات. ما راح أسأل عن وضع الحريات اليوم، راح أسأل ليش انتهت المنطقة، خصوصا الأنظمة اللي كانت ترفع شعارات تقدمية وثورية المنطقة إلى هذا الواقع، إلى واقع اللا دولة، إلى واقع التراجع اللي احنا فيه. أوكي. سؤال ممتاز، ولكن يعني لماذا يوجه للشاعر؟ ترى يعني بالنهاية رأي شاعر، يعني مو ما لم يدخلوا بالسياسة كثير، يعني هذا رأيي شخصي. بلى. الدولة المدنية اللي طالبنا فيها مثل ما قلت وكذا وتكلمنا فيها، لماذا سقطت؟ هذا أول تجربة ومحك، لأنها كانت كاذبة، لأن كان الحكم مثلا يعني في الدول اللي رفعت هذه الشعارات كانت عائلية، في سوريا كانت طائفية عائلية، حتى مو كل الطائفة عائلية، لذلك كل الشعارات سقطت. في العراق كذلك صدام ومجموعة تكريت، وما كان أصلا ما كان حزب بعث، كله يعني عائلي وشخصي، فخدعنا بهذه السنوات الطويلة والعقود اللي فاتت، لذلك التجربة سقطت. يعني أنا راح أجيب بعض الأسئلة وأربط موضوع السياسة بالحريات والفكر، وننطلق يعني من الفكر، يعني الشاعر بالنهاية هو مفكر و إنسان يشعر ويحس.
بعض الشعراء العرب اللي كتبوا القصيدة النثرية مثلاً أبي منيس على بدر شاكر السياب، كانت هذه القصيدة تمثل لهم التحرر، الحرية من القصيدة اللي لها قالب. السياب تفعيلة، جدد بالتفعيلة. فهل كتابتك في هذا النوع من الشعر هي نوع من التحرر، نوع من التمرد؟ لا، هي تجي في سياقها الطبيعي، يعني ما هي قضية مرتبة ومخطط لها، هي قراءات يعني تنضج مع الوقت. البداية العمودي، بعدين التفعيلة اللي هي الدرويشة الدرويشية. لا أحد من شعراء التفعيلة ينجو من محمود درويش وتفعيلاته. بعدين تجد نفسك أن التفعيلة فيها موسيقى عالية جدا، قصيدة النثر لا، خط آخر وخط أكثر، يعني فيها نضج وفيها مجال للبوح أكثر. يعني قصيدة النثر بعد قراءات ساكن بولوس، بعد قراءات انس الحاج، بعد دونيس، بعد مجموعة كبيرة من اللي كانوا، يعني طبعا في الستينات كانوا أقلية، ولكن رسخوا وتركوا الكتابة الجديدة. يعني ما نبي نحمل هذا النوع من الشعر ما يحمل أدونيس بأن هذا التزام بالحداثة، والموضوع موضوع رسالي، وهو التحرر من الشعر التقليدي. ما نبي ننتخب رأيي الشخصي، لا، هي عملية نضج بالكتابة يعني فقط، يعني واختياراته. يعني الآن من يكتب في قصيدة العمودي، قصيدة عمودية، هل ممكن يعني أحكم أن هذا مو شعر؟ لا، هو شعر، بس من نجدد في هذا؟ خلاص أنت استنفذ العمودي، استنفذ، من جدد فيه؟ يمكن شاعرين ثلاثة فقط يعني العمودي، يعني مثلا على تجربة الجواهري، يعني التجديد اللي حصل في بعض القصائد، مثلا في الشاعر السوري عمر بريشة مثلا، أنا شخصيا أعتبره مجدد داخل التفعيلة، ولكن خلاص استنفذت الشعر العمودي، استنفذ، وكذلك التفعيلة. وهذه خيارات للكاتب، يعني خيارات. إذا نرجع على موضوع الحريات، هل لك خطوط حمراء تلتزم فيها؟ وفقا للقانون، قانون النشر، متى ما تطور قانون النشر في الكويت وارتفع السقف، ارتفع معه. لأن يعني أنا ذكرت قبل شوي كان في مرفوعة ضدي قضايا في جريدة الجريدة، وهم مشكورين طبعا أن يتبنون كل القضايا، فما دام هم يتحملون المحاماة والدفاع وكذا، إذن يجب أني ألتزم بالمحدد في القانون. بينما في الآراء، اختلاف الآراء، لا، في سامحين. أنا أذكر في بداية كتابتي مع جريدة الجريدة في قصيدة، طبعا طليعة ما كانت بدون سقف، فصار فيها عليها أخذ ورد، اتصلت في محمد الصقر من بداية الكتاب، فاتصلت قلت عبد الله، مع القصيدة هذه أنا يعني أرغب نشرها، يعني في من وفي كلام، فقال لي قال أنا يعني مو جاي للصحافة من جديد، يعني أنا في القبس وأنا مأيدك 100%، لكن في محظور قانوني، يعني عندنا قانونيين إن راح ترفع قضية في الموضوع هذا، بينما أنا فاتح، يعني ما عندي، أنا يعني جريت القبس. وفعلا كان لما هو متولي رئاسة التحرير ذيك الفترة كانت معروفة، وتقود يعني كانت تقود معارك ضد الفساد، مشهود لها يعني، أرشيفها موجود. نعم. فهذه حدود كتابتي قانونية، الحدود القانونية، لكن يعني ما فيها مجاملة لفلان أو فلان أو فلان، اللي هو محاذير ما تحت القانون. نعم. لا، كتبت في كل شيء. طيب إذا افترضنا مثلا أن صار في فرصة للنشر خارج الكويت وفي قانون مثلا، أنا أنشر خارج، أنا بالفصحى أنشر جريدة النهار، نشرت مجموعة نصوص، ولكن الفصحى مختلفة ومو سياسية طبعا، قصيدة نثر، بس كوضاح وشعر عامي لا ينشر إلا داخل الكويت. نعم. بحكم اللهجة يعني. وهل هناك قصائد غير منشورة تتجاوز السقف القانوني ممكن؟ طبعا تشوفها إذا ممكن أو أنها تنشر، يعني في، إحنا في زمن الإنترنت، ما عاد المفروض، لا، ما أحب في فضاء، لا لا لا، شوف
أنا شخصيا يعني عندي 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 قناعة، ما يمنع يعني حاول نشره ومنعوه مثلا المكان اللي أنا أنشر فيه ومنع، ما أحب يعني أستربع إلى منبر آخر للنشر. هذه يعني التزام مهني عندي فقط، يعني مو أنه خوفا. كذلك في قصائد عندي قبل التزامي بالصحافة كلها كانت السقف اللي ذكرناها دوانية الاثنين، فخلاص انتهت يعني انتهى وقتها. نعم. حتى المخاطب الله يرحمه توفى والسلطة تغيرت والدنيا راحت، فما يعني ما أعيد شيء أو غير منشور لأنه قوي سياسيا أنشر أعيد نشره، لا خلاص. إذا نرجع حق السؤالين الأولين على موضوع الحريات والتراجع وهذا السياق، إذا كان المجتمع يرفع قضايا، إذا كانوا أشخاص بالمجتمع يرفعون قضايا، كأن إحنا متعودين على القمح، يعني الموضوع ما هو من فعلاً. السلطة بقدر ما أن لا لا فعلاً أنا مساقلت نقطة أن الشيوخنا قايطوفون وقابلين وننتقدهم أشد بعملهم، ننتقدهم أشد الانتقاد وماكو ما حد رفع علي قضية أنا. بس المجتمع هو اللي يرفع قضايا، كان في قضية واحدة بس إن أن خلط فيها كل الشيوخ السيادة ورفعوا عليه قضية بس وزارة الإعلام. لا على على كلمات واردة أنا أذكر يعني سئلت عنها بس ما هذا مو مكانها يعني. نعم. تفضل. اللي أنا بوصله إنه مثلاً إذا كانت جهات غير السلطة مثلاً في المعارضة في رموز أخرى في الدين في المجتمع هي تتبنى نفس الموقف الطمعي ولو أنها مو في السلطة. طبعاً أنا ذكرت إن ردة الفعل القمعية مو شرط أن قضايا يرفع لك قضية، لكن نعم. الغضب اللي هذا أنت قد رمز، فأنت رمز في فترة وعلى قضايا أنت تغيرت كرمز، غيرت مواقفك قابل للانتقاد يعني، يعني ما فيها تقديس الموضوع، ما فيه تقديس، ولكن يعني هذه الشخصية العربية. إيه. أنا هذا سؤالي التالي، أن شنو الموقف أمام المقدس الديني والسياسي وأي مقدس، سواء كان مقدس واقعي فعلا مقدس أو مقدس إذا مستحيل. عندك إذا عندك رأي فيه والشعر يعني الشعر والفنون الأخرى ليست مباشرة، يعني الشعر المباشر الفن المباشر اللوحة التشكيلية المباشرة ما تضيف شيء للذائقة يعني، فإذا عندك رأي في أي موضوع تحب تتطرق له يعني بطرق أخرى تكون رمزية إيحائية يعني عشان يعني تجنب الوقوع في محاذير القانون قانون النشر. نقدر نقول أن هذا نوع من الرقابة الذاتية، إذا عرفت إذا مع التجربة إذا عرفت حدود القانون إيه يعني أنا أقسى اللحظات علي لما أحب أكتب في موضوع وأحس إني مقموع بسبب قانون النشر، فما لها إلا يعني تكتبها إيحاء تكتبها رمز، بس هي لحظة قهر يعني عندك شيء تقوله مو قادر. نعم. أنا مرة كتبت إيه كتبت مرة كذي يعني وشبهت بالطير العصفور اللي في القفص نسيته محافظ إنه داخل القفص ومقموع زهرية، وزهرية هذا فن خليجي كويتي وكذا. الدكتورة بتال الخطيبة الله يذكره بالخير ترجمتها للإنجليزي وهذه يمكن أول مرة تصير زهري يترجم خليجي يترجم إنجليزي يعني. ترجمتها شعراً ولا نثر؟ شعراً شعراً. ما شاء الله. سؤالي الأخير راح يكون شوية مفتوح وعام، بس حابين نعرف ماذا يعني لك الوطن؟ ما بي يعني كثير يسألون ناس أسئلة هذه ما بي أكرر فيها. شخصيا الوطن كلنا احنا، أهلك وجماعتك وحنينك ونشأتك واللي تكلمت كل الكلام اللي تكلمت عنه، ساحل الفحيل ومدارسك اللي درست فيها وأصدقائك، هذا وكل الوطن هو شيء مرتبط بالذكريات والماضي. لا 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 بالحاضر وبالمستقبل، احنا لما ندافع عن شنو؟ عن قضايا المستقبل. احنا ما ننتقم من الماضي ان عملوا كذا فينا، لا لا لا، احنا نطالب المستقبل يكون افضل. لذلك احنا قبل شوي نتكلم عن انتخابات كانت متنوعه من التيارات السياسيه الفكريه وكذا، وكان قائمه على فكر الان على قبليه مثل ما شفناه قبل فتره،
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت قبيلة فلان وقبيلة فلان وطائفة فلان. فندعو احنا كل مطالبنا للمستقبل وليس للماضي، ليس الانتقام على ما عملوه في الماضي، ترى انتهى الماضي. سؤالك غير، انت تسألني عن الوطن، اقول لك الوطن هذا كل المسج هذا من حياتك الشخصية وماضيك وحاضرك وكلك هذا. لما تشتاق حق أصدقاء الطفولة، لما تحلم حق أبنائك للمستقبل، خلطت الماضي بالحاضر، هو هذا الوطن. نقدر نقول مثل ما قال غسان كنطاني، الوطن ألا يحدث ذلك كله؟ لا لا، أقول نفس محمود درويش لما تمنى أن يكون الوطن عشان يجتمع. هذا أفضل، يعني أحس أنه إيجابية أكثر. لا، هو أتمنى تكوين وطن، يكون عنده وطن لكي يجتمع هذا الوطن. نعم، يعني هذه قاسية العبارة اللي قالها، يعني أن بحالة أنت فقدك وطنك ما تقدر عشان يشتم، مو عشان يشتم، لا سمعتها. عشان يشتم الوطن، يشتم الوطن أي، بس أنت بخسارتك لوطنك ترعف به، ما تقدر تشتمه ولا تنتقده. هو قال الكلمة هذه يكون عنده وطن مكتمل ويمارس حريته فيه، في حبه وشتمه وكذا. شكرا على وقتك. العفو، شكرا لك. شكرا شكرا لتحضيرك، أسئلة جيدة. شكرا أستاذ الله، كل شيء يعطيك العافية. الله يعطيك. حابب أبلش معك بسؤال خفيف شوي. مين هن جمهورك، أو بصيغة أخرى لمين بتكتب أشعارك؟ يعني سؤال خفيف، يعني راح تتدرجن. جمهوري في الكتابة الشعبية العامية إلى الشعب الكويتي، جمهوري باللغة العربية إلى كل القارئات بالعربية، مو كل العرب، كل قارئ بالعربية. ويعني أنا صارت لي فرصة أنه بعض النصوص ترجمت، نصوص الفصحى قصيدة النثر ترجمت إلى الفرنسية والألمانية وكذا، بحكم مشاركتنا في مهرجانات خارجية، يعني في فرنسا مهرجان سيد كي أحضر المهرجان وأشارك، تترجم إلى الفرنسية. في مهرجان المتنبي في سويسرا ترجمت حسب مقاطعات السويسرية إلى الألمانية وكذا، فترجمت إلى لغات أخرى هذا بالفصحى، لكن كتابتي بالفصحى مفتوحة، يعني ليست لشأن محدد صغير محلي والضاحي يتولى هذه المهمة، لكن باللغة العربية لا، مفتوح سماوات الكتاب. يعني ترجمة أشعارك لأكثر من لغة، هي أكيد دليل على نجاحك. دليل، هي متطلب من للمشاركات في المهرجانات أكثر من اختيارية. الأفضل طبعا للشاعر أن تكون له نصوص مختارة مترجمة، لكن طلب منه الترجمة في المهرجان هذا ضرورة يعني. فصارت فرصة ترجمت لأني شاركت في مهرجانات خارجية. تمام. وين فينا نلاقيك في السوشيال ميديا؟ في جريدة الجريدة بس؟ بالرب. أوكي. ما دخلت لنا السوشيال ميديا. حلو، بس شو السبب مثلاً قلة ظهورك الإعلامي؟ يعني صراحة بس عرفنا أنك موجود اليوم، إنه فرصة ما نضيعها يعني. لا، هذا شوفي، عدم ظهور الإعلامي غير متعمد، بس ما لي رغبة يعني أكتفي بالزاوية الشعرية اللي هي رسالة شعرية، أنا أعتبرها مو شعر، يعني مو شعر صافي خالص، هي رسالة شعرية لموضوع، لقضية، لانتقاد. هذه الرسالة الشعرية أكتبها يوم الاثنين والأربعاء يوم الجمعة، مكتفي بهذه الإطلالة، أكثر من هذا يعني صير يعني تصور أنه بحث عن شهرة أو شيء مختلف، شيء ثاني يعني. تمام. خلال استضافتك في مركز سامي المنيس صرحت بأنك لا تحب المشاركة في الفعاليات الشعرية، على الرغم من أنك بالتأكيد تعلم أن جمهور الشعراء يحبون سماع إلقاء الشاعر، يعني ألا تظن أن امتناعك عن هذا النوع من الفعاليات قد يؤثر ولو بعض الشيء على شعبيتك؟ تقريبا السؤال هذا نفس السؤال السابق. أوكي، السؤال السابق عن غيابك عن الإعلام عموما. أيوه، هذا عن ظهوري. وهذا عن ظهوري. أوكي. هذا قديم، ترى أنا شاركت في قديما في ديوانية سامي المنيس، وقرأت نصوص وكان في ردود وكان في حضور طيب مثل الحاضرين.
ما أسعى إلى تكرار الحضور، يعني يأثر الشعبية، يعني القارئ يبحث عن ما يحب من الشعر، ما يعني ما غير مهتم أو ما أسعى إلى الشعر، ما أسعى إلى الشعر. تمام. يعني المنابر كثيرة في الشعر الشعبي خصوصا، كثيرة جدا يعني الشعر الشعبي، ممكن أشارك في قنوات تلفزيونية، في وسائل التواصل، بس ما أرغب. ما اسمح لي أتعمق شوي بالأسئلة. استشهدت بمقولة الكاتب الألماني برتولد بريشت بأن الشعب صوت ضد الحكومة، الحل إذن هو تغيير الشعب، وأن هذا يصلح للحكومة السابقة والحالية والآتية. إذن هل نبقي الشعب ونلغي الحكومة، أم نبقي الحكومة ونلغي صوت الشعب؟ فما الحل برأيك؟ شكرا على إعدادك الطيب، رد الأرشيف مثلا. لا لا، هي المقولة تبين أنه ساخرة، يعني ماذا نعمل إذا نغير الشعب؟ يعني فهي احتجاجية أكثر منها يعني. وفعلا هذا قاعد يصير بالكويت، كلما انتخبنا مجلس أمة فيه أصوات وطنية نظيفة تدفع للتغيير والأفضل، يعملون فيها يعني عرقلة ويصلون فيها إلى كأنها غير موجودة، تعطل بعض الجلسات. الحل الأخير حل مجلس الأمة، يحل حل دستوري مثلا. ف يعني تجربتنا متعثرة بالبرلمان، التجربة البرلمانية متعثرة من بدايتها إلى اليوم. فنعيد هذا، نعيد المقولة، نقول يعني من المطلوب يعني تغيير الشعب عشان ترضى، يعني ترضى السلطات التنفيذية وغيرها. يعني كل مرة تطلع فيه أسماء ورجال وطنيين يعملون لهم عراقيل تعثر. هل قلت ذلك لفظا أم لا لا, لا لا لا، أنا كاتب مع المقولة هذه قصيدة شعبية. بس اللي يعني الله يذكرها بالخير دكتورة ابتهال الخطيب قالت شغلة لسه يعني ليومك معلقة براسي، إنه يلي بيكتب أونلاين أو اللي مش عم بيسمع صوت الشخص اللي عم يحكي ما بيعرف إذا كان الشخص ساركاستيك أو عم يحكي عن جد. فيعني اللي أرى هيدا التصريح منك مثلا. لا لا لا, لا هذا مكتوب مع قصيدة، بس اللي هذا اللي قرأتيه الآن برتو، هذا مقدمة أو يعني مقدمة بسيطة لقصيدة عامية. نعم ولكني أقصد إنه من قرأها يعني من يقرأ الجملة دون القصيدة سيظن أنك لا تقولها. أنا نقلتها. أنا نقلت. تمام. كتابة الشعر هواية أم مهنة؟ وإن كان مهنة، هل تباع الكتب الشعرية إلى الحد الذي يسمح لنا بأن نقول بأن الشعر دخل أساسي أو مصدر عيش ثابت؟ إلى الآن ما وصلنا إلى هذه، يعني رغم أنه في أسماء يعني يمتحنون الشعر الشعبي النبطي، نشوفها في المسابقات وكذا، لكن إلى الآن يعني الكتابة الشعرية ليست مهنة، ليست مهنة. ممكن أكون أنا مثلا حتى في زاوية الجريدة أكون بعد سنوات هذه اللي مرت صرت شبه محترف يعني بالكتابة، لكن يعني ليست، لن تصل الشعر كله، لن يصل حتى الكتابات الثانية. ما في كاتب يعتاش على كتابات إصدارات في الكتب. طبعا أنا ما أصدرت ولا إصدار باللغة أو باللهجة الشعبية رغم الكم الكبير، يعني من بدايات 97 وفي عندي غير منشور يعني أقدم، يعني يصير هذا إصدارات كثيرة جدا، يعني لأن أنا قاعد أكتب في الجريدة شبه يومي، فبالك لو يتوزع على إصدارات ويصير كبير، بس مو مفكر بالنشر العامي أبدا. يعني نقول أنها ليست مهنة بالنسبة لك؟ لا لا. أنها ليست مهنة عموما؟ لا لا، الشعر يعني عمره ما كان مهنة، ممكن يعني من الزوايا الصحفية مثلي وغيري اللي يكتبون زاوية شعرية بالصحافة شبه يومية يكون يعني وصل إلى المهنية، الاحتراف قصدي، محترف يعني إلى حد ما، لكن إن يعني يصير مهنة لا، ما يصير، ما يعتمد على، لا يعتمد على الشعر في المعيشة. جميل. سؤالي الأخير سؤال فضولي شوي، من الذي يفوز بالجوائز؟ مش مهنة أم وضاح؟
الجواز هي جائزة عموما يعني الله يكتر جوائزك يعني، بس لمين حتنسب الجائزة؟ شرحناها عن قصيدة النفر كانت لنش منها وضح الجوائز عن القضايا والمشاكل اللي فيها يحصل قبول القراء اليوميين للجريدة. بس الله يعطيك ألف عافية. الله يعطيك. يعني نتمنى أنه بس أسئلتي كانت خفيفة عليك وأتركك معك. لا أسئلة بحاجة. جيدة جدا. شكرا. جزاك الله بالخير. ودي أبدي أسئلتي اليوم عن الطليعة. أول شيء كيف تقيم تجربتك مع الطليعة ولماذا لم تعد موجودة؟ التجربة هي مع الطليعة كانت تجربة مميزة جدا، وهي كانت البدايات. طليعة بيت الكتاب من جيل الشباب الوطنيين وكذا، كل بداياتهم من الطليعة. الطليعة مبناها بلا سقف، كانت بإشراف الكبار، الراحل الكبير أحمد الخطيب، دكتور أحمد الخطيب وعبد الله النيفاري، الله يطول عمره، أحمد يوسف النفيسي، مجموعة كبيرة من الأصدقاء. التجربة كانت مميزة وبداياتي، وفتحت لي مسار الكتابة ورسخت الكتابة السياسية، ترسخت من الطليعة من البدايات. فلما يكون شاعر يكتب شعر سياسي ويبدأ بلا سقف، فترة أنا بدأت قلت 97، بعدين طلعت 2006، يعني خلال ترك الكتابة في الطليعة كان في عروض الصحف الثانية، وكان ردي رد واحد أن من يمنحني سقف الطليعة. بعد وجدت أن أغلب أصدقائنا في الطليعة بعد ما تذكرت في النشر كذا، وكانت متألقة من بدايات جريدة الجريدة مثل الدكتور سعود راشد النسي وعبد الكريم الشمالي والكتاب لصفحة الطلبة محمد دور حياة ومجموعة من الشباب كانوا في الطليعة تغلوا إلى جريدة الجريدة وإلى الكتابة. يعني فما حسيت إن في فرق بين الانتقالة بعد ما طبعاً بعد فترة سنين صراحة عن الكتابة. يعني لما بدأت مع الجريدة دكتور غانم النجار كان فيها مجموعة كبيرة، فبدأت مع انتقلت إلى جريدة الجريدة وواصل نفس المسار، مسار الكتابة السياسية اللي هي تعتبر رسالة وعمق سياسية، هي كان يعني هي مو شعر خالص. أنا أرد وأكرر، هي مو شعر خالص. الشعر يكون عادة يكون بمزاج، لكن لما يكون عندك كتابة شبه يومية محددة، أنت مو مكلف فيها، لكن أنت تحس بالكتابة، فدائما فنيا عالية، أحيانا تكون عادية، لكن وصلت فيها رسالة. هل هناك اتفاق على جريدة الجريدة والطليعة لهم نفس التوجه الليبرالي؟ هل هذا هو سبب توجهك لجريدة الجريدة أو هناك أسباب؟ هذا اللي جاوبت عنه تماما. يعني انتقلت من الطليعة إلى الجريدة مو بعيد عن الخط، ومثل ما قلت نفس الأسماء والزملاء والأصدقاء، والأهم يعني هي مو بس صداقة وزمالة، الأهم أن التوجه هو نفسه توجه الليبرالي. وهل الطليعة قدمت الدعم لك كشاعر؟ أي هذا بداياتي لما رعوني الأسماء الكبيرة وفتحوا لي الطريق بلا أي ممنوعات، بلا أي محاذير، بلا أي قيد. طبعا فتحت لي الطريق ورسختني كشاعر. كنت أكتب بشكل فوضوي بدون نشر، كنت أكتب مثل ما قلنا أيام الديوانيات انتقادات حتى بأسماء مختلفة. يعني هل يمكنك أن تحدثنا عن بعض مشاريعك الثقافية والأدبية المستقبلية وما هي المؤلفات التي تنوي إصدارها في إطار تخصصاتك واهتماماتك؟ أنا بالنسبة لي كمشاريع كتابية عندي الأهم
هو الاستمرار في كتابة قصيدة النحل. يعني بالنسبة للشعر الشعبي أو ما أكتب تحت اسم وضاح ممكن بأي لحظة يتوقف، يعني ما عندي هاجس في الاستمرار فيه، يعني هاجس يمثلني يمثل اسمي قصيدة النثر، وهي تعني لي الكثير. أنا أصدرت فيها مجاميع، يعني بداية أنا نسيت السي في الأدبية، بداية في البحر يستدرجنا الخطيئة 2001، هذا أول كتاب لك، أول كتاب بقصيدة النثر، ومجموعة مجاميع، وأيضا أصدرت مجموعة مقالات، لأني في فترة أنا أشرفت على الصفحة الثقافية في الطليعة. شنو يعني؟ غير كتابة وضاح، أشرفت على الصفحة الثقافية في الطليعة، فكنت أكتب مقالات أدبية جمعتها في كتاب بعنوان مجارات المحموم في هذا يعني، وهذا يعني أكثر الكتابات فيه تمس لبنان، وراح أهدي نسخة أعتز فيها إلى أستاذتنا جيزيل خوري. أنا محضر يعني الهداء. مدام يبنى طاري البحر يستدرجنا للخطية، ماذا يعني لك الكتاب هذا مدام أول كتاب تنشره في 2001؟ يعني هذا يعني كذكرى جميلة، يعني أنها كان فيها جرأة. أنا فيني طبع أني متردد في النشر، يعني مو أي نص، ليس أي نص أو قصيدة أو مجاميع من نصوص تجرأ يعني وتسرع بالنشر، حذر. وهذه طريقة يبدو أني وارثها من أجيال القامات الكبيرة هذه، مثل الدكتور خليفة القيار سليمان الشرطي والمجموعة اللي سبقتنا، حذرين جدا بالكتابة، لا يستسهلون الكتابة والنشر. أنا أشوف في المعارض الأخيرة شباب صغار يستعجلون، يعني مجموعة مقالات، مجموعة يعني كأن فيها استعجال. لا يجب أن يكون الكاتب حذر بالانتقاء وانتظار النضج. مو مهم أن الكتاب تنزل عليه الاسم، يعني مو شيء، يعني راح تكتشف مع مستقبلا مو شيء كبير. يعني الشيء الكبير أن الكاتب شيء له قيمة وفيه إبداع. يقال أن بعض الشعراء يكتبون قصائدهم وأن البعض الآخر تكتبه القصيدة، فأي نوع من الشعراء؟ أحيانا حسب المزاج، يعني في خصوصا في الشعر العاطفي، لا هو اللي يعني يكون كأنه ناضج داخلك، يعني جاهز بس تنشره يعني أو تكتبه، خطه بس خط يعني العاطفي عادة، يعني بس ما فيها أحكام يعني واضحة في الموضوع. دكتور أحمد الخطيب وعبد الله النيباري، أحمد النفيسي، جاسم القطامي، وسامي المميز، شنو تعني لك هالأسامي؟ أرد وأكرر، هذه مصدات تحمي المجتمع من الزوابع. هذه الأسماء الكبيرة، هذه الأسماء الكبيرة مؤسسة وحافظة للأزمات، تحمي حقوق الشعب. والأمل، كل الأمل أن الاستمرار على من هذا المنهاج، منهاجهم والقيم اللي زرعوها فينا. يعني دكتور الخطيب نجتمع فيه شبه أسبوعيا إلى حد يوم وفاته الله يرحمه، دائما كان متأمل بمستقبل أفضل، دائما يزرع الأمل في الشباب، وعند أمل أن الأجيال هذه راح تصنع الشيء اللي هو يعني الحلم اللي هو يراده. شكرا على حضورك. شكرا لك. شكرا على تحضيرك. شكرا. مرحبا، حضرتك ماذا يعني أن تكون ليبراليا تقدميا في الكويت؟ شكرا على تحضيرك الأسئلة، وحتى قبل ظهورك الرسمي أنا سمعت مساب يمكن من باب الخطأ أنك قاعد تحضر أنت للأسئلة، فشكرا على مجهودك هذا. أن أكون ليبرالي وتقدمي وكذا وكذا، هذا ليس بالاختيار، يعني الفرد ما يختار الصفات هذه أبدا. يعني ممكن في الليبرالية اللي هي بمعنى الحرية والانفتاح وكذا، لكن الساحة الكويتية فيها كثير من التيارات المتباينة والمختلفة،
وكلها يعني البعض الآخر مخالف لا يرى في الشخص الفلاني أو الكاتب أو الشاعر الفلاني إنه تقدميا وكذا. صراع التيارات الفكرية هذا موجود، لكن أنا أفخر أن هذا يعني أيا كان التصنيف أن هذا تفكيري وهذه قناعاتي قديمة يعني، مع النشأة مع القراءات مع الاختلاط مع يعني ضرب الحياة. وهل سبب لك هذا الشيء مشاكل على المستوى الشخصي أو على مستوى المجتمع، أو بتعتبره أضاف لشخصيتك؟ لا لا أبدا، ما يعني ما عمل مشاكل، لأنه التوجه هذا موجود في الكويت يعني، مو فردي يعني، مو الشاعر وضح ونشم منه وحده يقود كذا أبدا يعني. أنا فرد من ضمن جماعة أو تيارات، وتيارات ليبرالية بتوجهات مختلفة أيضا بالتفصيل يعني داخلها، فما يعني ما في ضرر سوى الاختلافات ما بين التيارات العادية يعني. يعني في فترة مثلا نختلف حول القضية، وكان بيننا مع التيار الديني كتابات شعرية كتبها الدكتور خليف الوقيان، وتعرضوا لمجموعة من الشعراء يكتبون الشعر من الجماعات الدينية ونشروا في قصائد صفحة كاملة ضد. فذيك الفترة يعني وظفنا الشعر في طرح وتبيان الفكر التنويري اللي يطرحه الشاعر الدكتور خليف القيان. فكتبت أنا وصديقي علي حسين الفيلكاوي قصيدتين مجراة للدكتور خليفة. يعني هذا اختلاف موجود في الساحة الكويتية يعني، ليس بدرجة المحاربة وكذا، الاختلاف وارد يعني. حضرتك اعتبرت أنه الشعب بيتجه نحو التطرف، كرمال هيك ما سمح للشعب الكويتي عم بحكي عنه، ما سمح لبعض النواب بالنجاح بالانتخابات ولدخول مجلس الأمة. هل بتعتقد عن أولا عن أي نوع من التطرف عم تحكي، وهل بتعتقد أنه الشعب الكويتي متطرف أو ذات ثقافة متطرفة؟ لا، هو في تنوع مثل ما ذكرنا، يوجد تنوع، يوجد جماعات دينية ويوجد ليبرال ويوجد قبل نص ساعة احنا تكلمنا عن بداية فورة التيار الديني في بداية الثمانينات 83 مثلا. أنا ذكرت كمثال أيام الجامعة في جامعة الكويت لما كان الاختلاف ما بين التيارات كان فكري، كان ما بين اليسار بتفرعاتهم، وكان بداية الجماعات الدينية بعدها استقوت، وفيه جماعات متطرفة في الساحة يعني ظهرت بعد سنوات موجود. فالاختلاف في الساحة الكويتية موجود يعني من بداية الثمانينات، كانت الغلبة طبعا بالستينات والسبعينات، كانت الغلبة لجماعة اليسار والليبرال وتأسيس الدولة، واللي هي الدولة المدنية يعني كانت المطالبة بتأسيسها. يعني حضرتك لما حكيت عن التطرف كنت بس عم تحصرها بالتيارات الدينية. أنا والله ما أذكر أنا وين حكيت التطرف اللي أنت أستاذي أنطوني مقتبسه، ما أذكر، لكن التطرف موجود في الجماعات الدينية اللي موجودة في الكويت يعني. النائب السابق صالح الملا قال أنه حضرتك كان لك تأثير وكنت سبب بنجاحه بالانتخابات بمجلس الأمة، كيف كان لك تأثير؟ لا، صالح الملا يبالغ مبالغ. لا، الموضوع ما فيه أنه كان لما ترشح أول مرة لمجلس الأمة من ضمن المرشحين، أنا شخصيا يعني معجب بطرح صالح الملا، علاقة ما لا علاقة شخصية، لأني يعني في تلك السنة لم تكن في علاقة شخصية بيني وبينه. فكتبت يعني قصيدة بسيطة ونشرتها، ما كان في ميديا سوشيال ميديا نفس الحالية بتويتر انستغرام وغيره، كان فقط رسائل SMS. فبعتها ليلة الانتخابات، تحولت يعني حولوها محبين صالح الملا إلى تعميم اللي هي عن طريق الشركات،
فوصلت لأعداد هائلة بنفس ليلة الانتخابات. كان التأييد إلى صالح الملا طبعا بسبب طرحه وفكرة يعني. وصالح الملا شخص وفي دائما يذكر أنه نجح بسبة القصيدة، لا غير صحيح، نجح بسبة الاتجاه اللي هو يعني مؤمن فيه. من الصداقة اللي تكونت بعد هذا النشر القصيدة، وكأن رد بن قوسين رد الجميل، حصل استجواب لرئيس الوزراء بعد سنوات وتولاه صالح الملا. فداخل جلسة البرلمان قرأ إحدى قصائدي المنشورة في الموضوع نفسه، قرأها داخل أنا ما كنت أدري يعني، هو يعني أخبرني قبلها بليلة. فقرأ القصيدة داخل مجلس الأمة في ورقة الاستجواب الموجهة إلى رئيس الوزراء، وهذا شيء كبير بالنسبة لي يعني، لأن لأول مرة يكون في محاضر مجلس البرلمان شعر قصيدة سياسية، هذه سابقة يعني ومشرفة يعني، سابقة مشرفة. من هون فينا نقول أنه الشعر فيه أثر على المجتمع وبيغير كتير قصص بالمجتمع. بس اللي أنا بدي أسألك هي، هل الشعر بالعامية يلي حضرتك بتكتبه هو محصور لفترة معينة ويمكن قراءته بفترة معينة وزمن معين، ولا يمكن أن يفهم ويقرأ على جميع العصور؟ في نقطتين أستاذ أنتوني. أول شيء عن أهمية الشعر أنه مؤثر على المجتمع، أعتقد هذا الكلام كان يعني كان قديما كان صحيح. أنا لما أذكر لك قصيدة صالح الملا وأثرت قبل السوشيال ميديا، الآن تغريدة من أي واحد من الشباب تأثر أكثر من الشعر والقصيدة والمنشورة وغيرها، يجب أن نعترف بهذا الشيء. يعني القصيدة ما لها ذاك التأثير مثل التغريدة مثلا الآن، مثل تصوير الانستغرام والنشر عن مرشح عن أو لا أو ضد مرشح أو كذا. الآن اختلف الوضع، القصيدة ما هي حتى في سنوات في التاريخ الشعر كانت قصيدة بدوي الجبل الشاعر العربي الكبير تسقط حكومة، قصيدة الجواهر تسقط حكومة رئيس الوزراء تسقط، لا هذا انتهى الدور هذا، ما يعني تأثيرها صار أقل من تأثير السوشيال ميديا. ما بتعتبر أنه إذا لو حضرتك عندك أكاونت على السوشيال ميديا أو وجود على السوشيال ميديا وبتنشر قصايدك أو بتعمل تغريدات بطريقة شعرية على السوشيال ميديا، فيك تأثر على شريحة كبيرة من المجتمع من الشعب ومن المثقفين؟ ممكن، بس شخصيا ما عندي رغبة بالدخول السوشيال ميديا يعني، أحس أنه في يعني في أولويات تختلف يعني. يعني قراءة كتاب مثلا قراءة عندي أفضل من، لأنه يعني السوشيال ميديا ساحرة وجذابة تشغل الوقت يعني، تسرقك من كل هذه الاهتمامات اللي أنت فيها. حضرتك أشرت مع حدا من زملائي عن كتابك مجرات المحموم في هذيانة، وبهذا الكتاب حضرتك بتحكي عن لبنان والعراق وفلسطين وسوريا مثل ما تفضلت وقلت لنا. شو رأيك بالربيع العربي؟ الربيع العربي كنا يعني في بداياته كنا نحلم انه نحس داخلنا انه في شيء خلاص عالم جديد. انا احس انه الربيع العربي مثل ما يعني الاباء يسولفون عن نكسة 67 لما يقولون 67 كان عندنا امل وانتكسوا ونفسياتهم تغيرت والامال تحطم، أنا كان عندي أمل كبير في الربيع العربي، وما زلت أرى أنه ممكن يتجدد الربيع العربي. يعني فترة المواد هذه مؤقتة، توقع يعود الربيع العربي، والفشل كان فشل مدروس يعني، مو فشل من الثورات، فشل من عمل بعض السلطات والحكومات والدول للعمل على إفشال الربيع العربي ونجحوا فيه. خل أقول لك، أنا كاتب قصيدة ما نشرت، نشرتها في الطليعة، عنوانها بس أقول لك العنوان: يا نفطنا يخرب الثورات.
يا نفطنة يا مخرب الثورات، عرفتها؟ يعني من ضمن تخريب الربيع العربي هو النفط الخليجي. بتعتبر أنه الربيع العربي رح يرجع بلبنان والعراق وفلسطين وسوريا، ولا رح يكون منتشر بكل العالم العربي؟ رح يرجع العالم العربي جميعه، بس كل دولة لها ظرفها. الربيع العربي أو الثورة لما تجي في لبنان، يعني لها خصوصية لبنان، تسقط من الثورة. يعني مثلا في الدول العربية، في تونس، في الجزائر، تسقط الحاكم والحزب الحاكم. في لبنان تسقط من؟ تسقط زعامات الطوائف مثلا؟ ما يمكن المنظومة، المنظومة ما تسقط كلها بد. الطوائف ما يتجددون، ما يسقطون. شكل الحكم والنظام في لبنان مختلف، في دولة ثانية مختلف. لو كان الحكم فردي في لبنان، الربيع العربي مثلا، من السهل انه يسقط الرأس واحد وينتهي يعني. لكن في رؤوس كثيرة، بعض الدول في رؤوس كثيرة. في العراق مذبحة يعني، تسقط من؟ تسقط الرئيس، وهو يعني رئيس الجمهورية العراقية وهو كردي بعيدا. طيب والفئات الأخرى المتزعمة واللي داخلة بالحروب طائفية، كل دولة لها الربيع العربي يعني حسب ظروف الدولة. يعني ينجح في بعض الدول، ممكن يتحسن مطالب في لبنان. احنا تابعنا يعني الحركات الشعبية، الأبطال اللي كانوا بالساحات لحد حتى جائحة، قبل جائحة كورونا، هم مستمرين. نفس الشيء في بغداد، لكن لها سقف يعني مطالب، تطلب تحقيق المطالب، لكن الرأس صعب إسقاطه. لأنه إذا يعني إذا أسقطته راح يجي نفس من حسب التقسيم اللبنانية بالطوائف، بالرئيس يكون كذا، والرئيس الحكومة يكون من الجماعة السنية والجماعة والمجلس البر. تسقط واحد يطلع لك آخر، يعني رؤوس كثيرة فيها. مثل ما شايف أنه حضرتك عندك حب للبنان، وكرمل هيك بنفس الكتاب يلي كنت مقسمه لمجموعتين، في عنوان المجموعة الثانية هي الجالس قرب الميت في شارع منو. شو علاقتك بهيدا الشارع وما أهميته بالنسبة لك؟ لا، ما لي علاقة في الشارع. العلاقة أنه كان في تفجير في شارع منو، نسيت الاسم من الأبطال. يعني أنا كنت أكتب بالصفحة الثقافية، وكنت أكتب وجاءني إنذار من وزارة الإعلام الكويتية، المساس بدولة شقيقة اللي هي النظام السوري، بسبب المقالات اللي كتبتها. لما بدأت القائمة السوداء وسلسلة الاغتيالات في لبنان، كان في اغتيال في مونو، ما أدري هو جورج هاوي ولا من مجموعة الأبطال اللي استشهدوا هناك، من ضمنهم طبعا الكاتب المبدع سمير قصير رحمه الله، ورحم الله الجميع الأبطال اللي كانوا على القائد. كتبنا عنهم فكتبت عنهم. فهذه علاقتي الروحية والنفسية، وأنه من لا يحب لبنان يعني، ويحب له أنه تكون دولة ديمقراطية حقيقية، كانت تحت الاحتلال العربي، احتلال سموه اللي تسميه احتلال. كان كنت أكتب في هذا الجانب يعني. فمونو لما صار الانفجار، إحساس الموت يعني، كانت الله يرحمها صديقتي عناية، الكاتبة والشاعرة عناية جابر، كانت تتكلم عن لحظة الخروج في الشارع في تلك السنوات التفجيرات. شفت هذا آخر سؤال مفروض. كان في إحساس الموت في الشارع. في حياة بيبي. كان في إحساس الإنسان بالموت خلال حياته اليومية، شيء خطير وشيء مؤلم جارح يعني. فأنا كتبت مجموعة مقالات، وهي هي كانت بالصفحة الثقافية بالطليعة يعني. على أمل أنه يصير لبنان أحسن وكل الشعوب المنطقة أحسن، أنا بدي أشكرك وأشكر الجوهر. مرسي. أنا أشكرك على تحضيرك وأسئلتك، يعني واضح أنها متعوب عليها. شكرا.
اسمي زنوبيا وسعيد بوجودك معنا اليوم. وبلش انه الست فارعة خبرتنا عنك كثير، اللي بنشكرها طبعا على فرصة انه خلتنا نحاورك اليوم. وصفتك بانك رجل ذو قضية يحارب من اجلها حتى الرمق الاخير. وافهم طبعا من سياق الحديث انه قضية وضاح هي قضية ربما مجتمعية وسياسية وما الى هنالك، ولكن أتساءل عن القضية الفردية الخاصة جداً بنجم مهنة، قضية قصيدته النسرية، لماذا تصفها؟ هل الفرق يعني؟ أي ربما الفرق، هل هي قضية فردية أكثر من مجتمعية؟ هل هي قضية جمالية؟ كتابات اللي باسمي نجم مهنة بقصيدة النثر والمجاميع الشعرية اللي نشرتها، فعلاً هي قضية فردية وتطرق إلى الشعر الفردي، قصيدة النثر سواء تأملي أو غيره يعني. بينما رسالة مختلفة الثانية العامية مختلفة، لرسالة دفاع عن حرية، دفاع عن اعتقاد ما، أحيانا تكون قضايا لحظية. قصيدة العامية الشعبية الزاوية اللي أكتبها يعني معناها بعد فترة راح تموت، يعني ما لها قيمة مستقبلية. في بعض القضايا تكون مرحلية يعني فترة وتنتهي. كتاباتي بالقصيدة النثر لا، يعني شيء آخر مختلف. يعني استكمالاً لهذا السؤال، في قصيدتك إلى رحمة الله عليه الأستاذ عبد الله النيبالي تبدأ بالبيت التالي، واعذرني على اختلاف اللهجة: تمر الكواكب والكواكب بنات أيام، ولا يبقى في هذه المجرة سوى كلمة. هل تبارز الموت بالكلمة؟ هل تقاومه بالكلمة؟ صحيح، بالبدء كانت الكلمة، يعني أنا أعلي شأن الكلمة مثل ما هو وارد في كتب الأديان. الكلمة لها الأثر وهي الباقية بعد الفناء. يعني أنا لما أقول تمر كوكب الكواكب ما تبقى إلا نجمة، والبيت الثاني أقول إنه حتى لو الحياة، يعني بمعنى يعني إنه الحياة تنتهي كذا تبقى كلمة، ما يبقى من الإنسان إلا الكلمة والموقف. ولما أتكلم عن فلان وعن عبد الله النيباري وعن الخطيب وعن حتى الإنسان العادي الكاتب العادي اللي يعني يتجرأ ويقول الكلمة الجريئة الصريحة، هو هذا بطل، هذا اللي ندعو له يعني، لأنه ما تبقى للكلمة. وفي ناس، ما ودي أنا كثير المواجع، يعني في ناس دفعوا أثمان غالية من حياته، يعني ما أغلى من ثمن العمر والحياة يعني بسبب كلمة. ولكن هل تشك في لحظة ما بأن هذا قد يكون وهما يبتدي الكائن ربما تخفيف من وطأة فكرة الزوال وحتمية الموت وما إلى هنالك؟ هي صورة يعني مش وهم. أنا حاولت في هذا القصيدة أني أعلي من شأن الكلمة فقط، يعني أن الإنسان يبقى حتى لو يموت تبقى الكلمة ويبقى الموقف، يعني مو وهم، هي صورة شعرية فقط. طيب، كوني مهتمة بالكتابات الشعرية الشبابية وأحاول أن أكتب أحياناً، هل تقرأ تجارب شعرية شبابية؟ طبعاً أقرأ وأنشر عندكم كذلك. أنشر في فترة سابقة عندما كانت النهار يعني قبل أن تصير النهار بالاشتراكات واللي كانت مفتوحة، يعني كنت أتابع الملاحق اللبنانية وكنت أنشر في النهار، وكل أصدقائي في النهار وفي السفير يعني الصحفيين، يعني في ارتباط قوي مع لبنان كعاصمة الثقافة. يعني طبعا لنا صداقات في كل الدول العربية، ولكن في لبنان عندي صداقات شخصية. هل أنت راض ربما عن جودة الكتابة الشبابية، ربما جيل هلأ عمره بالعشرينات مثلا، هل تعتقد أنه ثمة هيك تراجع ما أم ما رأيك؟ سؤالك هذا يعني مرتبط أحلى ارتباط بالسؤال السابق. كتابات الشباب يعني في الأجيال السابقة يعني كان النشر يمر عبر
فلترة من الصفحة الثقافية الفلانية الصفحة الفلانية، يعني حتى محرر الصفحة ومسؤول الصفحة الثقافية سواء كان عباس بيضون في السفير ولا الثاني بالنار ولا ما يغامر وينشر نص ضعيف. الآن لا، الآن الشباب ما يحتاج ناشر ولا صفحة ولا شيء، ينشر في تويتر، ينشر في الفيسبوك، هو 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 مسؤول النشر يعني، فيفرح بالانتشار، والفرح هذا وهمي يعني، وما أنجز شيء، ممكن يكون ما أنجز شيء، بس زمان كان لا في فلترة بالصفحات. طيب سأشكرك على حضورك معنا اليوم المليء بالحياة والإيمان بالكلمة، شكرا لك وإلى لقاء.